لان انا عايز بس اقول فكره صغيره يعني. بص لو كده انا فتح المولانا شيخ محمد عشان يعني سيدنا. امين امين. اللهم صل على سيدنا وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اشرف الخلق سيدنا محمد. سيدنا مولانا الشيخ محمد الشيخ ابراهيم الشيخ عثمان عبد البرهاني. لله لهن الفاتحه. اللهم صل على سيدنا محمد. صليتوا على الحبيب. الفكره هتبقى مبسطه بس عشان ايه؟ انا مش عايز الناس تتوه تشري، لاني اما اكون بتكلم في البذره غير ما نتكلم في البذور، غير ما بنتكلم في الساق، غير ما بنتكلم في الفروع، غير ما بنتكلم في الورق. يعني ما نبقاش بنتكلم في حتة من الجدر واحد يسأل في الورق. ليه؟ لأن السؤال اللي هتسأله هيبين أنت فاهم أنا فين ولا مش فين. أهم حاجة تعرف أنا فين وبتكلم منين. ليه؟ لأن القضية مش قضية تجميع معلومات. إحنا لا عندنا سبق ولا عندنا امتحان. مشكلة الدين مش النص، مشكلة الدين فهم النص، واحط النص في الحته اللي هو طالع منها. يعني انت كنت بتسال في ايه يا احمد مثلا؟ انت بتاع عالم الغيب لا يزور على غيبه احدا الا من اصطاد رسول الله. رسول بتاع لا يعلم الغيب الا الله. اه يعني هم دول ايتين في القران. اه عالم الغيب لا يزور على غيبه احدا، يبقى مفيش حد يعرف الغيب الا من ارتضى من رسول، يبقى في استثناء للرسل. وايه ثانيه بتقول لي عالم الغيب الا الله؟ ايه يا عم الحكايه؟ الشيخ يعني ما حدش بيجيب بتاع الا ما ارتضى من رسول او ما حدش بيقولها، ما حدش بيقولها عشان ما يلخبطش نفسه، لانه عارف ان اللي قاعد بيسمع له جاهل مش عارف قران. يعني يقوم يستغل يعني جهله علشان انا اثبت في دماغك فكره بتاعتي. مش مهم الدين صح ولا غلط، بس انا مش عايز الخبط نفسي. اذا كنت انا مش فاهم اشرح لك ازاي. انت بتقول لي عالم الغيب لا يطلع على غيبه احد، خلاص، ولا يعلم الغيب الا الله، راكبين مع بعض. انما لو تقول لي لا يعلم الغيب الا الله، وتجيب لي حته لا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، طب ما انت بوصلها على نفسك. انت خد بالك؟ هي دي المشكله بتاعت الدين. مشكله الدين ايه؟ مشكله الدين ذات عليه ذات الباري جل وعلا. لا الشيخ قول تبارك وتعالى عشان ما نلخبطش. تبارك وتعالى. لا ذات الباري. أسماء أفعال. هتيجي هنا تلاقي إنسان الانسان ده لو انت عايز بنفس النظام هتلاقي تركيبته ملخبطه شويه. الانسان ده كلام هيبقى فيه كلام عقل وبعدين روح وبعدين قلب وبعدين جسد. هو الكلام راكب اهو. يبقى هنا افكر كده وهنا افكر كده وهنا افكر كده وهنا افكر كده. انما مشكله المسلمين انهم بياخدوا الكلام اللي في الاسماء وفي الصفات الالهيه يحطوه مع الافعال اللي يعني عك عجل. طيب المشكله الثانيه فين؟
في ان فيه هنا دين، يعني اللي واصل رايح كده وداخل هنا دين، ده دين، بس الدين ده ما جاش من ربنا للانسان، انما جه بالعبد الالهي. عبد الهي يعني ايه؟ عبد الهي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ده لوحده، وبعدين الرسل الانبياء الاولياء. يبقى ما ينفعش دين يروح من الناحيه دي يجي الناحيه دي غير عن طريق ده. يعني انا ما ينفعش اوصل دين، ولا انت تنفع توصل دين، ولا حد ينفع يوصل دين. اللي ينفع يوصل دين عبد الهي، يعني الارشاد في الدين مش مفتوح. ما قالش يا ايها الناس اقرأوا القرآن واشرحوه للناس، ما حصلش. امال قال ايه؟ قال ربنا سبحانه وتعالى ادى الدين للنبي وقال له هو الذي انزل عليك الكتاب لتبين للناس. لتبين للناس، يبقى لو ما فيش لتبين للناس يبقى الناس لو قروا القرآن هيبوظوه. طب ما فيش نبي، في رسول. طب ما فيش رسول، فيه ايه؟ ولي. وعشان كده قال هنا وليا مرشدا، ما قالش مرشدا، ما قالش ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له مرشدا. لو قال كده كنت انا قريت وارشدتك، محمد صالح قرا وارشدك. لا، لازم يكون وليا عشان يبقى مرشدا. مرشدا بس هي اللي خربت الدين، الخراب جاي من حكايه مرشد بس. انما لما يبقى وليا مرشدا بخلاص. طب الدين ده دي جه عن الطريق، دول الناس دول جه عن طريق، دي السكة اللي أنا كلمته ده السكة. هنا ما دورش على السكة، أنت جبت لي مساحة ولا ما تجيبوش؟ خلاص خليك، مش مشكلة. شوف الكاوتشة اللي بتاعت لا منديل، لا دي مش هتعمل. هات منديل ورق بس. واحد يجيب منديل ورق. أيوه بس. ماشي. واخد بالك؟ يبقى ده عبد الإله، ده اللي إحنا شرحناه، ده معنى كلمة العبد الإله. عشان ما يجيش كل واحد يقول لك ايه يا اخي ما انا عندي الكتاب والسنه. عندك كتاب والسنه تعمل بهم ايه؟ ما عندك كتاب والسنه تقول لك احنا عندنا الكتاب والسنه وتركته فيكم ما تمسكتم به لم تضلوا بعض. انتوا مين؟ ما هو لازم تبقى وليا مرشد عشان تتكلم في الكتاب والسنه. غير وليا مرشد ما تتكلمش، ما تبوظش دين النبي. انما الدين ذاته ايه بقى؟ الدين قلنا بيجي الدين ده اللي جاي من ذات الباري للانسان عن طريق نبي او الدين نفسه ايه؟ اسلام. الدين ذاته احسان، مع زي ما احنا ماشيين ايمان اسلام. لما تيجي تلاقي الاسلام الجسد الافعال ماشيه، هتلاقي قلب وايمان واسماء، هتلاقي روح واحسان وصفات، هتلاقي العقل. المرتبه اللي هنا ايه؟ فاضيه، مفيش حاجه. دول يبقوا ايه بقى؟ ما لناش دعوه. ما هو الاحسان ده درجات نفسه، والايمان درجات نفسه، والاسلام درجات نفسه. فاحنا دلوقتي لما نلاقي ايه بتتكلم عن الذات نحطها هنا، ما نحطهاش هنا. اما نلاقي بتتكلم عن الايمان نحطها هنا ونحطها هنا ونحطها هنا. اما نيجي نتكلم عن الصلاه والصوم والزكاه والحج نحطها هنا وهنا وهنا. لما نيجي نتكلم عن الروح والعقل يبقى بنتكلم عن الاحسان، يبقى بنتكلم هنا. يبقى ما ينفعش دي تركب مع دي، مع دي ما يركبوش، ما ينفعوش. يبقى انت عكيت. طيب
هل كل واحد جسده سليم؟ وهل كل واحد قلبه سليم؟ وهل كل واحد روحه سليمه؟ وهل كل واحد عقله سليم؟ عشان يقول لي اي واحد يقول لي انا اقرا وافسر وافكر، مش تشوفه صالح للاستعمال ولا لا؟ ما هو عشان اقول لك ايه؟ يعني ما انت صالح للاستعمال هنا، هل انت بقيت في الدرجه اللي ممكن تستخدم فيها القلب؟ يعني انت بتصلي وتصوم وتزكي وتحج على عيني وعلى راسي. انما انت عملت الحاجات بتاع الايمان ده اللي بتشغل القلب ده عشان تفكر في الاسماء دي؟ انت عملت بالاحسان ده عشان تشوف الروح دي تبقى نظيفه تبقى اشتغلت تقوم تفكر هنا؟ لا. يبقى اذا انت بتتكلم عن الاسلام حاجه، بتتكلم عن الافعال الالهيه حاجه. عيب الناس ايه بقى؟ ان دول كلهم عند الناس واحد، ودول كلهم عند الناس واحد، ودول كلهم عند الناس واحد، وده اللي اسمه ايه؟ الخلط. انما بالصوره اللي انا كاتبها دي ده اسمه التمييز. التمييز ده مش هتلاقيه في كتاب ولا عند حد ولا حد اتكلم فيه، مش الا انا الا الشيخ عثمان عبد الله. ما انت شوف كل مكان ما تفتريش فيه، اهم حاجه انك تكون وعاء مظبوط تنقل للناس. ما تقولهمش ده مش هتلاقوه، فعلا مش هيلاقوه، تقول لهم بقى الكلام ده بتاعي، ما انت لخبطت الدنيا. انما الكلام ده اللي علمنا التمييز هو مولانا الشيخ عثمان عبد الله. وبعده مولانا الشيخ ابراهيم، وبعد اما اقول الشيخ عثمان عبد الله في العلم مش معناها انا بنكر على الشيخ محمد ولا الشيخ ابراهيم. انا اللي خلانا اللي علمني مولانا الشيخ عثمان، انما اللي خلانا اتكلم اقول اللي انا عرفته مولانا الشيخ ابراهيم. هو اللي رتبني وكبسني وعباني ها؟ تاخد بالك؟ واللي خلانا اطلع الكلام في مكانه ويبقى كلامي زي شغلي، ما عكش ما بقولش حاجه وبعمل حاجه ثانيه، ده مولانا الشيخ محمد. يعني مولانا الشيخ عثمان بي 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 بيمثل العالم بالنسبه لي، مش هو كان عالم، بيمثل العالم او العلم. مولانا الشيخ ابراهيم بيمثل العليم. مولانا الشيخ محمد بالنسبه لي بيمثل الحكيم. انت خد بالك؟ اذا ده كده دين، غير كده يبقى ايه؟ يبقى حق. انا حاول بس عشان التسجيلات وعشان دي مدرسه ما اطولش لساني، لان انا مش واخد على كده بصراحه. الفيديوهات بتاعتي تشهد ان انا يعني بنمزح مولانا. الجسد مربوط بالاسلام، مربوط بالافعال. اه. والقلب بالايمان بالاسماء. اه. طب الروح بالاحسان بالصفات. بالصفات. بس. اه. اما العالم ما فيش صله، ما فيش صله اصلا. ما هو مش ما فيش صله. ما هو العقل هو ايه؟ لما نعرف العقل هو ايه؟ الروح. انت واخد بالك؟ لان كلمه عقل دي كلمه واسعه. يعني انا قصدي لما اجي اربط الثلاثه دول بالثلاثه دول. ها؟ لكن العقل ده اللي يبقى فيه الكلام الثاني بقى غير كده. ايوه. ما هو العقل ده كلامه لوحده. ليه؟ لان ساعات ربنا يسميه عقل وساعات يسميه لب. قول الالباب. مره اقول افلا تعقلون؟ ذوي النهى. قولي النهى. ايه ده؟ ما هي دي. دي درجات في الفهم. دي درجات في ايه؟ في الفهم. هو في بني ادم ما عندوش عقل؟ كله عنده عقل. انما في بني ادم ما بيفهمش؟ في ايه؟ يبقى اذا الفهم حاجه لما يرتقي بفهم، فهم دي مرتبه عقليه. لان العقل هو شيء محير، انا مش عايز اخش فيه دلوقتي لان الكلام فيه كتير. عشان انا عايز اخد اساسيات سهله تنبلع. فاهمني؟ يبقى انا كده يا عم الحاج ادي الحكايه كلها قدامي. طب انا هتكلم في ايه الاول؟ هتكلم في اللي ما بيتكلموش فيه. ايه هو اللي ما بيتكلموش فيه؟ ذات الباري. ذات الباري دي تركب مع العقل؟ ما يركبش. طب مع الروح؟ مع القلب؟ مع الجسد؟
ما ينفعش. مين اللي يقدر يتكلم في الذات العالية؟ هو نفسه اللي يقدر يتكلم فيها. الله. ومين تاني اللي قال فيهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون؟ رب العزة ده عما يصفون يعني ما فيش صفات، يعني ما فيش صفات ما فيش أسماء، ما فيش أسماء يبقى ما فيش أفعال. وسلام على المرسلين اللي مسموح بهم يصفون. وسلام على المرسلين اللي اتكلموا فيه. والحمد لله رب العالمين هنا، ورب العالمين هنا، ما هنا الله وهنا رب، لان ده موطن افعال يبقى ربوبيه. عشان كده لما سال النبي اين كان ربك قبل خلق الخلق؟ لو فيه رب يبقى فيه مربوبين. طب يا نبي لما ما كانش فيه مربوبين الرب كان فين؟ قال كان ربي في عمى، ما كانش لسه تنزل الاسم الرب. ليه؟ العمى ده لا فيه ما فيش تمييز، لا صفات ولا اسماء ولا افعال، يبقى مرتبه ذاتيه. عمى دي في الحديث مرتبه ذاتيه، تاخد بالك. طب ربنا اتكلم عن ذاته في القران، قال ويحذركم الله نفسه وان الله رؤوف بالعباد ويحذركم الله نفسه. الله نفسه يبقى في ذات ولا ما فيش؟ انما التاني يقول لك الله وان الله على كل شيء قدير وكان الله قويا عزيزا وان الله مع الله. الله 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 الله. انما هنا ويحذركم الله نفسه نفسه مرتين. اين كان ربك هنا في الافعال دي؟ ربك قبل خلق الخلق قال كان في عماء، لا فوقه هواء ولا تحته هواء. كان الله ولا شيء، ما فيش شيء، يبقى كان الله ولا شيء معه. دي مراتب ذاتية كلها. الذاتية دي لها عيوب. هنضرب مثال. ايوه. حد يعرفها؟ لا. ليه؟ دي اللي الآية نزلت فيها قل لو كنت أعلم الغيب ما مسني سوء لاستكثرت من الخير. يبقى الغيب ده هو ما بيتكلمش على ده ولا ده ولا ده، لأن ده في آيات وأحاديث بتقول وده في آيات وأحاديث بتقول. طيب عالم الغيب، عالم الغيب ده فين هنا؟ لا مش هنا، ده هنا. يا نهار اسود. عالم الغيب دي مش هنا؟ لا. أمال اللي هنا إيه؟ هنا لا يعلم الغيب إلا الله. ولا يعلم القرآن إلا الرحمن. ده بتكلم على وظيفة أسماء إلهية. هنا لا العيش وهنا لا السكر. عايز غيب يا عم؟ إيه اللي هتسمعه؟ عايز قرآن؟ روح للرحمن. ليه؟ لان ده الوحيد اللي عالم الغيب في الاسم. ان ما ينفعش احطها هنا، لو حطيتها هنا يبقى شرك، لو حطيتها هنا يبقى شرك. ليه؟ لما اقول ان ربنا هنا يعلم الغيب الا الله، ده يبقى في حد علمه وحد خبى عليه، تبقى نصيبه سود. طبيعه الغيب يبقى غيب على مين؟ انت واخد بالك؟ يبقى اذا انا اول حاجه وظفت الايه والحديث هنا، وهنا لا يعلم الغيب الا الله. طب عالم الغيب لا يضر على غيبه احدا الا ما ارتضى من رسول. ما العالم ما ينفعش يبقى الله. ليه؟ العالم من انتفت عن صفه الجهل بتحصيل العلم، واخد بالك؟ وبدا العلم كانه غريزه فيه. يبقى ما اقول عالم الغيب ما ينفعش ان اقول ان الله الاسم انتفت عنه صفه الجهل بتحصيل العلم. انما مين اللي انتفى عنه الجهل بتحصيل العلم؟ العبد الالهي. عالم الغيب
ربنا اداله الغيب، علمه الغيب، ولا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسوله. يوم ان هو ينقل يوم ما شدنا سيدنا الخضر وعلمناه من لدنا علما، من لدنا علما، من لدنا دي ما تنفعش الذات العليه، ممكن تبقى من الاسماء وممكن تبقى من العباد الربانيين. توظيف. طيب الكلام ده كله اللي بيبوظه في دماغنا ايه؟ التربية العقائدية الغلط اللي اتربينا عليها. ايه التربية العقائدية الغلط؟ ان ربنا بيعمل كل حاجة، ولو اي حاجة راحت ان حد بيعمل حاجة قريبة في السماء ربنا يبقى شرك. يعني مثلا من الخالق؟ الله. انت لو قلت يعني في خالق تاني ما انت اشركت او كفرت. شوف التربيه الغلط، هي دي عقيده غلط، لا هي في كتاب ولا في سنه، انما هي حاجه اتزرعت في الناس. ليه؟ لان سيدنا النبي قال لا اخاف عليكم الشرك من بعدي، عشان ما تخافوش، ما فيش شرك بعد. يبقى اما اجي اقول لك ايه؟ اما تقول لي في حد بيخلق غير ربنا؟ اقول لك اه. تقول لي اشركت يا عم؟ اهو في ايات بتنفي اهو كده كمان. ما هو اهو عن الكفر كمان. ما انا بقول لك يعني، ما انا خلينا انا في الفكره اللي مخوفه الناس. ما فيش. ليه؟ لان في حد بيخلق غير ربنا؟ اه. في حد بيموت غير ربنا؟ اه. في حد بيرزق غير ربنا؟ اه. مين هم دول اللي ربنا اداهم الاذن؟ اللي معاه اذن يخلق بيخلق. يبقى هنا غيريه من باب المساواه، انه بقى اله وده اله؟ لا، ده ربنا اداله اذن، واداله منين؟ من هنا ولا من هنا ولا من هنا؟ من هنا. انما هنا ما يعرفش في حاجه ولا هنا يعرف في حاجه، انما في الاسماء دي قال ربي اسم الخالق، جاء له عيسى، وتخلق من الطين كهيئة الطير وتنفخ فيه من الروح بإذني. سيدنا جبريل جه للسيدة مريم قال لها إني رسول ربك لأهاب. ختم الوهاب، اسم الوهاب، خد فيه إذن، نزل إداها عيسى لأهب لك غلاما زكيا. يبقى الفكرة دي انساها. ليه؟ لأن سيدنا النبي اللي قال انسوها، مش أنا. مفيش حاجة اسمها شرك. يبقى أنت بتقول خلق يا أخي، ربنا قال بالعرب فتبارك الله أحسن الخالقين. الله، ما كلامه هو كلام أنا؟ طيب ما تقول ربنا بيرزق الخلق، الناس فاكرين ربنا يعني ده يا عم ده مالوش دعوة، ولا هنا كمان، ده فينا اسم اسمه الرزاق، والرزاق ده شغال واحد تحت اسمه ميكائيل. ميكائيل ده بيدي للناس الرزق. طب يبقى ميكائيل ده لازم يعرف الغيب. انت واخد بالك كلامك؟ ميكائيل ده لازم يعرف الغيب. ليه؟ لا، امال هيديك منين؟ لو ما يعرفش يديك منين؟ بلاش ده ولا ده ولا ده. وطي لي ده شويه بس، حاول تفك السماعات بس، انا هخلص وهنصلي دلوقتي. بلاش كلامي ده كله، مش ربنا عامل حاجه. موطن الاسماء دي فين؟ هنقول في العرش. الكلام ده هنشرحه الاماكن وبتاع، لما نيجي نتكلم عن الحته دي. العرش، العرش ده مش في حاجه اسمها اللوح المحفوظ؟ اللوح المحفوظ ده مكتوب فيه ايه؟ مش مكتوب فيه كل حاجه؟ كل حاجه. طب ليه؟
الابتلاء الاسماعيلي يعني مش لازم يعرف ايه اللي قدامه مش كده؟ ما هو لازم الفعل دي يكتبوا عشان حد يتعلم منه يكتبوا عشان هو بينسى مفيش حل تاني في نفي نسيان على ربنا لا يعني ما هو ملهاش حل تاني انت كاتبه لمين؟ يا لنفسك يا لغيرك صح ولا لا؟ طب لنفسه يعمل بيه ايه؟ ما بينساش لا يضل ربي ولا ينسى يبقى اللوح المحفوظ مش عامله ليه؟ يبقى عامله لمين؟ ما هو عزرائيل بيطلع يقرا في رجع هيموت بكره الساعة 9 لازم يكون جاهز عشان اقول الساعة 9 عشان اروح اموته مش انا اكون عارف قبلها بدقيقة واحدة يبقى عارف الغيب ولا لا؟ يبقى ميكائيل يعرف الغيب ولا لا؟ يبقى اسرافيل يعرف الغيب ولا لا؟ مش كل دول عارفين الغيب ليه؟ اتعلمهم اللوح المحفوظ اللوح المحفوظ ده مكتوب فيه ايه؟ مكتوب فيه الغيوبات، مكتوب فيه الغيوبات ليه؟ عشان ربنا تقول استغفر الله العظيم الرحيم لا يضل ربي ولا ينسى، يبقى عشان مين؟ عشان الناس اللي بيطلعوا يتعلموا الغيب. مش محتاجه فكاكه ولا فهلاوه. المثل بتاع جبريل يا عم الشيخ. ها؟ المثل بتاع جبريل لما جه الامر بالسجود فتناه واقف عشان يشوف مين اللي مش هيسجد. ايوه. عارف ان في حد مش هيسجد. ايوه. عارف. كان عارف من ايه؟ انت فاهم؟ ابليس نفسه كان عارف ان في حد مش هيسجد. اذا حتة الغيب والبتاع دي يعني الناس تبطل أوانطة بقى يبطلوا أوانطة في معرفة الغيب والكلام عن الغيب والكلام الصورة واضحة كده بالنسبة لنا تمام حد عنده سؤال في الكلام ده؟ كده راكب مظبوط؟ يبقى أنا بقى عايز أعرف يعني إيه ذات وعايز أعرف يعني إيه صفات وعايز أعرف يعني إيه أسماء وعايز أعرف يعني إيه أفعال عشان لما تيجي آية أوديها للأسماء ولا للصفات ولا للأفعال، لما يقول لي لا أعلم الغيب إلا الله أوديها لإسم الله، لإسم الله مش لذات الباري. أما أقول يد الله فوق أيديهم أديها للإسم القادر فعل القدرة لأن اليد إشارة للقدرة. فربنا بيدينا مثال جسدي، المثال الجسدي يضرب في الأفعال الإلهية. يبقى فعل الاسم القادر اما يقول يتنزل الباري الى السماء الدنيا يبقى منزل من موطن الاسماء لموطن الافعال وبسط يديه ليقول هل من مستغفر فيبقى بيديه الاسم الغفار هل من تاب يبقى الاسم التواب يبقى بسط انوار وتجليات الاسم الغفار والاسم التواب في عالم الافعال اللي هو بيقابل الجسد اللي هو بيقابل السماوات عشان يقول هل من تائب وهل من مستغفر. شوف عرفت انا ودي يعني مش تنزل مكان لا ده تنزل الشمس الشمس يا عم الحاج من موطن لموطن الشمس من ورا الارض وهي في السماء الرابعه نزلت امال ايه؟ تنزلت امال ايه؟ تجليات الشمس يبقى تجليات الاسم الغفار وتجليات الاسم التواب نزلوا من اسم التواب من موطن الاسماء لموطن الافعال عشان لما واحد يقول له يا رب يقوم الاسم التواب يقبل توبته والاسم الغفار يمسح له ذنوبه انما هنا له ده وكان انا بقول له ده انا عايز اضرب مثل ولا المثل الاعلى انا مش دي عقلي انا اتعشيت ولا اتغديت دماغي له دعوه بالهضم يا شباب انا مشغول بيه بفكر ايوه دلوقتي ثاني اكسيد الكربون داخل الجينات بتاعه هياخد الدم وبعدين هيقوم جاي واخد البروتين وحط شويه منه على الهيدروكسيدات وبعدين دخل انا في انا الهضم عامل لي حاجه في راسي مش شغال لوحده شغال ولا مش شغال؟ يبقى دماغي مالها بمعدتي. انا لما بحط لون اللعاب بيفرز لوحده؟ هو اللعاب لما يفرز لوحده مش سنانه بتتحرك بتمضغ؟ هل مثلا يا ايتها الاسنان ابدائي في المضغ الاسنان القطعيه تبدا اولا بام بام بام. اذا كان انت وفي انفسهما فلا يبصرون. فما بالك ذاتك انت الضعيفه الهزيله دي شغاله وده ملوش دعوه بده وده وكله شغال هتقول لي ان ذات الباري منشغل بان يدي الواحد غير
يا اخي يا اخي يا اخي هزرت الله نفسك يا اخي، ما تتكلمش على ربنا كده، ما تنزلش ربنا هنا وما تنزلوش هنا وما تنزلوش هنا. فهمتوني يا سيدنا؟ عرفنا يعني ايه نميز في الله. ده التمييز في الله. اجي اميز في الدين، ما تقوليش والله احب المحسنين ولا هذا هو احسن يا اخي. تنين مين اللي قال ربنا بيحب؟ ما انا من المحسنين، وان المحسنين الذين اذا قدر يحسن القتل واذا ذبح يا اخي ده مش محسنين، ده يحسن الفعل. انما مرتبة الاحسان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك، دي ما لهاش دعوه بمحسن الذبح ويحسن القتل. هنا اللي في الايمان دي يعني دي بتاع روح بتاع العقل خلصناها، دي روح. انت روحك شغاله، ما انت لو روحك شغاله تبقى في الاحسان، هتبقى في الصفات الالهيه، تبقى عداد العرش كمان اللي فيه الاسماء الالهيه. امال انت فين؟ انت في الجسد ده الاسلام ده، يجي الاذان ده جدا نتوضى ونصلي، جه رمضان نصوم من غير ما نتوضى، ولا لازم الواحد يتوضى عشان يصوم؟ ايه مش شرط يعني، انت واخد بالك؟ جه مش عارف ايه، انت واخد بالك؟ يبقى ده يشتغل مع دي يشتغل هنا، دي يشتغل مع دي يشتغل هنا، في ايات لده وايات لده وايات لده. إذا رأى منكم منكرا، من رأى منكم منكرا فليغيره. المنكر المنكر اللي هو ربنا ما قالوش على لسان دول، اللي قال ما تعملوش. يوم أنا لما أشوف دول قالوا إن ربنا ده قال ما تعملوش دي أو منع أغيره، فالإيه؟ يغيره. عارف يعني يغيره؟ ولا مش عارفين يعني يغيره؟ يغيره من السلب للايجاب، مش كده؟ مش دي بمعنى كلمة يغيره؟ بيدي. فإن لم يستطع فبقلبه. فإن لم يستطع فبلسانه. فبلسانه، ما بيدي. لسان الاثنين جسد. فإن لم يستطع فبقلبه، بعد اثنين جسد واحد قلب. وذلك مش وذلك، هذه وذلك صدق قلبي ولا بيدي. فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلبي. الناس كلهم بيقولوا هذا أضعف الإيمان، والرواية دي ما وردتش أبدا، ودوروا عليه. وذلك ذلك يبقى أنا جنب القلب أهو، فبقلبه وذلك. يبقى ذلك هنا يبقى اضعف الايمان هنا. لما تقول لي وذلك اضعف الايمان اللي هو القلب، يقول لك لانه يستنكره. يا اخويا الحديث بيقول يغيره مش يستنكره، يعني ده بيقدر يغير بقلبه، يغير مش يستنكر. يعني لما ما تعجبوش الحاجه اللي ربنا قال كلام ثم ها، لان دي قلبه، لانه مؤمن، لان ربنا بيحب المؤمنين، لانهم شغالين بالاسماء الالهيه. انما هنا اللي في الاسلام اللي في قلبك ما يقدرش يغير. عشان كده قال وذلك اضعف الايمان. ده ايمانه ضعيف لسه ما قواش، عشان يبقى ايمانه بالقلب. وقالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. شايف الاتراك ازاي؟ شايف القرآن ماشي ازاي؟ الكلام ده ماشي معايا ولا انتوا؟ التمييز ده حل كل المشاكل اللي هي يقدر يغير بقلبه. يبتدي الأول بإيديه. لا هو ضعيف؟ ما هو عنده، ما هو عنده القدرة أصلا من الأول أهو، ما هو إن لم يستطع، إن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه. ما هو لو ما قدرش بإيده وما قدرش بلسانه خلاص يغير بقلبه. لا ما يبدأش أنا ما أقدرش أغير بإيدي حتى لو ليه؟ لأن أنا لو لقيت واحد سكران اديته كف هيديني بالمطر أكيد، يبقى أنا غيرت؟ لا. أمال بقى مين اللي يديله بالجزمة؟ الحاكم. تاخد بالك؟ أو ابني أو بين
او لاخويا اللي ليا عليه السلطان يدوي. انما لو عندي كلمتين حلوين باللسان اهو جسدي برضه، ممكن كلام يقنعه وكلام غيري ما يقنعوش. واخد بالك؟ لان انا ما حلتش غير دول، الايد واللسان. انما اللي حلته القلب بيغير، القلب على طول بيغير اذا كان مطابقا للاراده الالهيه. ايوه. لان هنا مش شغال على مزاجه، شغال على مزاج الاسمى. ودي بتدخلنا في نقطه ثانيه، مش عايزين عشان ما نتفرعش، ما انا بقول لكم عشان ايه ما نروحش للورقه واحنا في البيزنس. لان انا شايف ان العبد ده لسه ربنا مش هيهديه النهارده، لو قلت يا رب يهديه مش هتحصل، ما هي مش معاد، مش هتحصل، ان مربوطه القدره مربوطه بزمان ومكان وشغل الاسماء الالهيه عشان تتنزل الافعال الالهيه. انما لو دعيت بالاسم ده مناسبا للفعل يقوم الايمان يتنزل، الهدايه تيجي لقلب الراجل ده، يقوم يروح يستغفر وبتاع ويشتغل شويه اسلام وبتاع عشان يطلع ايمان ويطلع للقلب ومن القلب الراجل. يبقى هنا ده مربوط بالافعال الالهيه. سيدنا الخضر اما قعد يعمل دي ويعمل دي ويعمل دي، سيدنا موسى قال له بتعمل ايه؟ قال له ما فعلته عن امري، ده الميعاد جه. يبقى سيدنا الخضر بيقدر يغير؟ مش نقدر، بيقدر يغير بقلبه مش بايده ولا بلسانه. هو لما خرم السفينه سيدنا الخضر ما خرمهاش بايده وما خرمهاش بلسانه، انما خرمها بقلبه بشغل الاسمى الالهي. شايف هنا المركب وراءها على الغيبة هما ياخذ كل سفينه غطا وكانت لمساكين يعملون في البحر وعايز يعديهم الموقف. قام جاي في الحته دي من السفينه وقام شايل سر الاسم القوي المتين. يوم لما يشيل الاسم القوي المتين اللي هي الحاجات ماسكه ببعضها ببعض بيها يوم هنا يحصل الخرم. انما هو لو جاب شاكوش واجلى وخرم بيها السفينه كان كسروا. ليه؟ هما كانوا راكبين جنتارك يعني ولا تيتانيك؟ ما هي ماء حاجه بيعدوا بيه، هيجيب شاكوش واجلى وكسر قدام الناس مش يموت. وبعدين ما كلموش، ليش معنى سيدنا موسى اللي كلمه؟ ان سيدنا موسى نبي ورسول، ده عبد رباني وده نبي ورسول، فاهمين شغل بعض. انت خد بالك يا نبي الكلام ده راكب كده، انا هفضل الت وعد في ده لان ده الاساس بتاعي. بعدين بقى هنبدا نتكلم في ده بالتفصيل وفي ده بالتفصيل وفي ده بالتفصيل. كل تفصيل هو ده الدين كله قدامك، الدين كله ده القران والسنه كله، ما فيش حاجه بره البتاع دي اليافطه دي، ما فيش ابا ولا كلمه بره اليافطه. انما التفاصيل بقى، الاسماء قالت ايه والافعال عملت ايه والصفات فين والذات ازاي والاحسان كيف والايمان دليله ايه والاسلام يعني وجسد يعني وقلب يعني وروح يعني، وبعدين العقل يبقى له والعقل ده يفكر وقت ايه وما يفكرش وقت ايه. ها كل الكلام ده ان شاء الله هيكون الموضوعات اللي جايه كلها كل واحده بالتفصيل، ونضرب امثله من الايات والاحاديث عشان نقدر نميز، لان شغلتنا ان احنا نعرف نميز. سيبك من انت عايز تعرف الخوارج قالوا ايه واسلام ترد على الوهابيه ازاي، ما يا عم ما تشغلش مالك، امسك لسانك، لا تبادل جاهلا علما. بيقول له ارد على الوهابيه، ترد عليهم ليه؟ امسك لسانك لا تبادل جاهلا علما بجهل واعرضا عن جاهليا. طب امال يعني اطلع المنبر اقول للناس ايه؟ حبكم في النار بس. جيب الايات والاحاديث اللي بتتكلم عن النبي، النبي اللي ما يعرفوش المسلمين، لغايه ما تفهم ده بقى اتكلم في الدين. لما انت تتكلم في النبي، عشان احنا لما نتكلم في النبي مش هيزعل مني. مظبوط يا سيدنا؟ بارك الله فيك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اتكلمنا قد ايه؟ لتلت ساعة ولا ايه؟ نقف هنا مولانا على الحديث ده. اقول في آية بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أيوه. ولن ترضى عنكم اليهود ولا النصارى حتى تتبعوا ملتهم.
كيف تكفرون وفيكم تتلى آيات الله وفيكم انت عايز توصل للآية دي الحتة نينية وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول ومن يعتصم بالله فقد هدي الى الصراط المستقيم. كده بينفي الكفر عن المسلمين برضه يا مولانا. وكيف تكفرون هنا سؤال استنكار. ما هو شوف معلش. ما يعني ايه كفر؟ ما هي دي المشكلة. الكفر الطبقية أو بس الكفران ما الكفر إن دي تبقى هاء وأنا محاط عليها سبعة، في نسيب ما في سبعة. إنما في ولا ما فيش؟ أهو ده الكفر. الشرك إن أنا أقول فيه سبحتين. ما ده التمييز نميز. الشرك إن أنا أقول فيه سبحتين. والكفر إن أنا يبقى فيه سبعة حاجة ولا الطيب. أنت واخد بالك يا نبأ؟ إحنا لا تجعلنا لا لفظة كفر ولا شرك. ليه؟ أيوه. لأن بعد النبي لا فيه دي ولا دي. أي واحد دلوقتي يقول لك يا عم يقول لك ده كفر بالله في زمن سيدي جلال الدين الشيوخ قالوا فلان ده هيعدموه ليه؟ اصله اشرك يا اخوانا اشرك يعني ايه؟ قال ما بيعترفش بربنا قال له طب ما تسالوا خشوا سيبونا تقول للراجل يا عم انت هل ده شهد لا اله الا الله محمد رسول الله؟ قال له نعم اشهد لا اله الا الله ما اخوانا بيشهد ايه؟ قالوا اصل امبارح انا مالي ومال امبارح؟ اصل امبارح ما قالش كده انما النهارده قال. انت واخد بالك يا نبي؟ المشكله الكفر والبتاع والشرك والبتاع كله تحت اسلام دي. فمش ممكن واحد يبقى مؤمن وبعدين من قال لاخيه يا كافر فقد باء به احدهم. وقال كفوا عن اهل لا اله الا الله لا تكفرون بذنب الذنوب ما بتكفرش. فان من اكفر اهل لا اله الا الله فهو للكفر اقرب. اذا ما حق ما لناش دعوه به لا من قريب ولا من بعيد. كفر وشرك ده الشرك خلص والكفر خلص. حتى شويه العيال يقول لك ايه دول ملاحده، انتوا اللي عملتوا الملاحده ده لان انت ما بتشرحش دين صح. انت مسؤول عن الحال. يقول لك جابوا لهم واحد قسيس وواحد شيخ، واحد اذا كان القسيس والشيخ مش فاهمين الدين عايزين يطلعوا الالحاد ازاي؟ اذا كان الشيخ ده بيقول ان النبي ما بيعرفش وجاي مدرس اللي ما يبقى مشكله الواد ده اسمه ملحد؟ ده ما اسموش ملحد، ضل. ده ضل. ضل من ايه؟ من جهل الناس اللي بتدرس، مش من جهل، من جهل الناس اللي بتدرس. فعلموا الناس الدين صح وعلموا عليهم كفار ولا مشركين ولا بطيخين. طب ما هو في راجل مغني اسمه هاني شنود مسيح، هو بيقول ان هو مسيح بيزف على اسماء حسن، يعني مش اسماء حسن ده عامل مديح في النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صلوا على طه الرسول صلوا على خير الانام. يسالون له خير الانام ده مين؟ يقول لهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول انت مسلم؟ يقول لهم انا مسيح. فالاسس بيهاجموه قال لهم يا اخواني انا بعمل دي رد جميل، ما هي وجهات نظر بقى، ما احنا دخلنا في العقليات. قالوا رد جميل ليه؟ قال لهم سيدنا محمد ده لما بعت المسلمين يفتحوا مصر مش قال لهم استوصوا باقباط مصر خيرا؟ فإن لنا فيهم صهرا ونسبا. قال لهم أنا يعني واحد يوص عليا وأنا ما امدحوش يبقى أبقى أنا قليل الأصل. تقدر تحكم عليه؟ تقدر تحكم عليه بإيه؟ ما أنا بقول لك ما أنت اللي مش فاهم. إذا كانوا المسلمين اللي بيكرهوا النبي ولا بيكرهوا آل بيته هيروح ده هيروح فين؟ أنت خدت بالك من الكلام؟ إذا
ما تقولش فلان ملحد وفلان، لان لا ليس هناك تعريفا الان للشرك ولا للمسيحيه ولا لليهودي، ما فيش تعريف. لغايه النهارده احنا بنقول غير المغضوب عليهم دول النصارى، والضالين المغضوب عليهم دول اليهود، والضالين دول النصارى. مين اللي قال؟ مين اللي قال لك ان مش فيش ناس من المسلمين مغضوب عليهم؟ هم اللي بيعملوا الناس دول مش مغضوب عليهم؟ هم الخوارج مغضوب عليهم ولا مش مغضوب عليهم؟ مغضوب عليهم. الضالين مين؟ هم العالم اللي قاعدين مستني كلمه من المنبر، واحد يقول له النبي مات يصدقه، واحد يقول له النبي لسه، طب ما ضلل. ما ده تايه، ضل يعني تايه، مش يعني كافر. تايه. فاحنا مشكلتنا ان احنا في الدين مالناش دعوه بالمغضوب عليهم، لانهم مش هيفهموا. امسك لسانك. لا تبادل جاهلا علما بجاهلك وعارضا عن جاهلين. امال انا ليا دعوه بمين؟ بالضالين دول اللي مش عارفين لهم سكه يا ولدان، نفهمهم دين يعني ايه؟ او اللي مش فاهمين سكه يا ولدان، احنا ليه انتوا واحدين دول؟ البورانيه مش فاهمين حاجه، مش البورانيه هم، البورانيه هم اللي مش فاهمين، مش البورانيه هم اللي فاهمين، هم اللي مش فاهمين. ولكن علشان صلة الرحم اللي بيننا وبينهم اللي هي الشيخ عثمان عبده، عايزين نفهمهم لا اكثر ولا اقل، ما نضربش حد على ايده، اللي عايز يفهم معنى سهل واللي عايز يجي على سهل، اكثر من كده مفيش. لو كلمنا اكثر من كده هنعوق. احنا خلينا في ان دول رحم، ولكن رحمة بالناس يا رحيمي. مولانا الشيخ عثمان قال علينا رحمه، فما نيجي نهتم نهتم برحمه. رحمه دول اللي هم مين؟ أهل بيته، دي شرف دم، وولاد طريقته اللي هم كاتبين عليها في طبيعتهم أبناء مش أتباع، كاتبين أبناء. بين رحم ولا بيناش؟ إحنا بين منسوبين للشيخ عثمان بالحسب، وولاد الشيخ عثمان محسوبين عليه بالنسب. يبقى إحنا أبناء وهم أبناء. يوم احنا نقعد ابناء دول يشغلوا نفسهم بالابناء دول، ولا ابناء دول الابناء دول بتوع الشيخ عثمان كلهم اشراف ونحبهم ونموت في دباديبهم ولاد الشيخ عثمان. انما الشيخ محمد هو الكبير بتاعه، كبير القعده دي الشيخ محمد، ده احنا بنفهمه بالفلاح بتاع ده كبير القعده، اكبر منه ما فيش. انت واخد بال جنابك؟ انما هم كبار ولا صغيرين؟ هم كبار يابا، ما تعكش، كبار. وما مش من حقنا نغلط فيهم. ناخد بالك؟ انما لو ليا دلال على واحد فيهم اوجهه. ها؟ ها؟ دلال. انما بقى وعلى فلان اللي ما فيش، ما تتنططش. مالكش دعوه بحاجه. ها؟ انما الشيخ واحد. صلى تصلي الناحيه دي ولا الناحيه دي؟ انا والله لو الشيخ قاعد الناحيه دي انا هصلي الناحيه دي عشان يجيب لها. انما انا اصلي من الشيخ اقول له اصل هو قبلتي. هو قبلتك ايه يا عم الحاج؟ اذا كان هو ذاته بيصلي الناحيات. هو لو شبه هو لا، هو لما يجي يصلي ما بيصلي الناحيات، هتيجي تقول له لا انت بقى قبلتي يا عم. قبلته في المحبه، في القلب، في الروح، في العقل، انما في الجسم اللي قبلها. تمام يا سيدنا، وصلى الله على سيدنا محمد. عشان الحديث ما يطولش وما تفكروش ان كل ده من ضمن الدرس، احنا بس ايه يعني بيبقى في نقط توضيحيه وفي نقط اساسيه. بعد كده هنمسك الكلام ده نبدا نفصصه بالحته عشان الناس تفهم دين يعني. والسلام عليكم ورحمه الله. اللي عايز يتوضى يتوضى، واللي مش عايز يتوضى ده. انا مش قادر الكلام دوت، هنضيعه على الكلام اللي فات ولا هنعمله درس تاني؟ درس تاني؟ لا درس لوحده، مالكش دعوه بالكلام اللي فات، بعدين نجمع بعد كده لما